أنا أحمد مصطفى، مدرس طب الحياة الحرجة في القطر العيني. بس معاكم النهاردة إن شاء الله مدرب في الجمعية المصرية كهربة القلب مع دكتور ميرفت طبعا. بس وقدم النهاردة المفروض الميكانيزم أوف إيفاب وأبليشن أوف إيفاب، أنواع الأبليشن أوف إيفاب، وإزاي نعمل بيزي أيزوليشن ري أسسمنت. يعني محاضرة كبيرة أوي، فمش عارف يعني هل حابب تمسكيه في النص ولا أبدأها كلها على بعضها؟ ابدأ كده اما اشوف لو الناس ناموا مننا هبقى اقول لك. طيب انا ممكن اقلب بسرعه، ان هي حوالي 70 سلايد تقريبا، هقلبهم بسرعه لا لا تقلب بسرعة، لا احنا قاعدين في الهوا يا ابني بناكل مانجا وبتاع، طيب طيب الموضوع مش مستاهل تقلب حاجة، لا اوكي احنا اوكي مع حضرتك تمام. بس تمام، يعني اول ما نبدا الاول في الـ atrial fibrillation، we have the definition of atrial fibrillation. When we speaking about the definition of atrial fibrillation, we have some definitions that is خلاص دي اتاكدت confirmed by the last guidelines and some definitions that should be removed. It was now historic. If it was void سريعا، ده اقل من ده، انا سجلت لازم اي تي جي documentation of atrial fibrillation اكتر من 30 ثانيه. Paroxysmal AFib عندنا atrial fibrillation يكون اقل من 7 days. Persistent AFib is now is مقسوم جزئين، early persistent effect و long standing persistent effect. لو اتكلمنا على early persistent effect يبقى ده اكتر من 7 ايام واقل من 3 months. long standing effect ده بيكون اكتر من 12 شهر 12 months. permanent effect و chronic effect دي مصطلحات دي ما مش محطوطه دلوقتي كابليشن، يعني كابليتور مش permanent او chronic، يعني ممكن تتغير. لو انا قررت ان المريض ده النهارده هيكوي بقى بريزيستنت افيب، ما قررتش واخليه ماشي على طول بقيت كنترول، يبقى خلاص ده بيرمنت افيب او كرونيك افيب. اللون اتر فابريليشن ده خلاص ده ريموفد ناو من فروم اول جايد لاينز، ما بقاش موجود خالص اللون اتر فابريليشن. سايلنت اتر فابريليشن ده عيان اكتشفناه بالصدفه، ده عيان كان اتر فابريليشن او جي لاي سبب من الاسباب، فلقينا ان هو عنده اتر فابريليشن. سايلنت اتر فابريليشن المصطلحات دي بتفرق معايا ناخد قرار الكي. طب ايه الباد فيزيولوجيكال فاكتورز؟ اوكي ايه بيجيت إيه؟ يعني لما يكون عيان عنده اتش فيبريشن سواء كان بروزيسمال او ايرلي بيرزيستنت، ده هيدخله بعد كده في اللونج ستاندنج بيرزيستنت نتيجه الريميديوليشن اللي هنشوفه دلوقتي، سواء الكتريكال ريميديوليشن او ستراكشر ريميديوليشن. جينيتك، الجينيتك دي 40%، 40% دي از كونفيرمد ان جايد لاين، 20 ل 40%، 20% 40% او فيرست ريليتيف بيبقى عندهم، يبقى الموضوع وراثي. يبقى ايه التفابليشن؟ اناتوميكال فاكتورز بتعتمد على السليف، يعني موست اوف ستادز اكتشفت ان كل ما السليف دي بتكون كتيره جوه البنموني فين بتكون ده اللي عنده انسنس اكتر ان هو يحصل ايه التفابليشن. مينتننس اوف ايه التفابليشن هنتكلم عنه كمان شويه. الاوتونوميك نيرفس سيستم ده المقصود بيه ان الاوتونوميك نيرفس سيستم ممكن يساهم ان العيان ده يجي له ايه التفابليشن زي الستريس انديوز. كاردك فايبروزس، فايبروتيك اترا كاردمايوباثي ده بيتقسم مايلد ومودريت وسيفير، وده نيو تيرم هنتكلم عنه بعض قدام مع الام ار اي تكنولوجيز جديده. اكتشفنا ان في عيانين بيبقى عندهم فايبروتيك اترا ليفت اتريوم، ده يكون عندهم ان هو مينتنس اوف اترا فيبريليشن يكون اكتر من الناس العاديين. طب نتكلم عن الالكتريكال وستراكشر ريموديلنج، عشان نتكلم عن اترا فيبريليشن لازم عندي ثلاث مصطلحات. اول حاجه الانيشيتور ممكن يكون حاجه تريجرد او سواء اوتونوميك او تريجرد اكتيفيتيز، دي بتعمل انيشيشن في الفيبريليشن. والسبستريت اللي هي المينتنس، مش كل عينين هيحصل لهم تريجرنج في الفيبريليشن، هيحصل لهم مينتنس ك الفيبريليشن هو اتكلم عنه هو اكتر من 30 ثانيه او اكتر من 7 ايام او بقيه الديفينيشن. وبعد كده البريفيت سيتورز ده المسؤول ان هو العيان ده زي الفيبروز اللي اتكلم عنه من شويه اللي هو ريمودلنج ستراكشر ريمودلنج، ان هو ممكن من بريزيستنت الى بيرمننت او من بروكزيسمال الى بريزيستنت. الاف ريليتد اكسس سيلولار ماتريكس ريموديلنج، اوكسيديتيف ستريس او الكالسيوم اوفرلود او الاتر ديليتيشن، يعني عندهم اتر ديليتيشن او عندهم مشاكل في الكالسيوم او اوكسيديتيف ستريس، ده ممكن زي الانفكشن ده العيانين دول ممكن يحصل لهم اتر فيبريليشن. الاتر امايلوس ده برضو تيرم جديد زي الاتر فيبروز بالظبط، من الحاجات اللي هي ممكن لايت شين امايلوز. وفي حاجه اسمها سنجل ليفت اتر امايلوز، مش لازم امايلوز يكون واخد كل الهارت او يكون سيستميك امايلوز، ممكن يبقى جاست سنجل اتر امايلوز، ممكن هو نفسه سبب في ال
الرول في انتراسيرال كالسيوم ديستريبيوشن او الاينو شانل الكتريك موديلنج هو الكلام كله حوالين الاكثر بوتنشال ديوريشن وريفلكت بيريود ان سواء ريفلكت ريفلكت بيريود او ريفلكت. ثاني واحده يا مصطفى في التسجيلات او حد ميكروفونه بيعمل كده شوف ايه القصه. اوكي اوكي تمام ايه ده من لا 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 ارميها كده اوكي تمام تمام دكتور احمد اكمل يا دكتور مدرب اكمل يا ابني كمل اوكي اوكي تمام الرول في انتراسيرال كالسيوم ديستريبيوشن او الاين شانلز والالكتريكال ريموديلنج كلهم بيتكلموا على الاهم او اللي هم الوحيدين مسؤولين على الاكشن بوتنشال ديوريشن والريلاتيف افكت فاريد والافكتيف افكت فاريد الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم هم دول اهم اين شانلز ممكن تاثر على الريموديلنج تمام الميكانيزم اوف انتراسيبيوشن اوتوف ثيوري بس يعني اكتر واحده ادوبت اللي هنتكلم عنها دلوقتي اكتر سواء مالتي ويفرد هايبوثيسس او رابس شارج فوكاي او لو عندها سنجل انتري سيركل وسبيرات كوندكشن او فانكشنال انتري ريزلتنج فروم روتورز او سبايرال ويف او الايك مينتنس نتيف ديسوشيشن بتوين الابيكارديال او الاندوكارديال المالتي ويفلت كونسبت دي اكتر حاجه ادوبت ناو ودي كل شويه من النظريات اللي هي بتختفي وترجع ريامرج تاني وليها اسماء كتيره جدا سواء مالتي بوث كونسبت او بعد كده سمت الروترز او حاليا ده بتسمى المذر درايفرز دي حاليا هي اكثر ثيوري ادوبتد وذ اول اي اف ساينتستس عمالين نتكلم عن الديسشارجنج رابيد ديسشارجنج دي في فوكاي بليك كريتيكال رول امتينج اف كل الناس او كل الجايد لاينز وكل الاستاذ اتفقت ان اكثر حاجه البي في فيجرنج هي اهم حاجه سواء في البوزيشن اف او البوزيشن هنشوف بعدين ان حتى كل الثيوريز الثانيه زي مالتي ويفلت كونسبت او اللي هي الروتو او الكافي او الجانجليونيك بليكسس ابليشن كلها بتدور حوالين الجزء بتاع الانتروم بتاع البي في زي ما هتشوف هنا اول حاجه سواء الجانجليونيك بليكسس وده توزيعاتها الموجوده عندنا في الفين اوف ليجمنت مارشال عند الليفت سوبر مور فين رايت وليفت اللارج وسمول انترنت ويفلت اللي هي بتدور وفيها مذر درايف زي ما احنا شايفين في النص انا بس هحاول اشغل الليزر عشان يبقى معايا احسن شايفين معايا الليزر اوكي او مالتي بوث زي مالتي درايف واضح جدا الليزر يا مصطفى كمل اوكي اوكي تمام تمام او التريجنج فوكاي الموجوده حوالين البي بي انترم او كل الثيوريز مع بعضها زي ما هنشوف ازاي بنعملها في الابليشن طب الاي سي جي دايجنوست في الاتر فابليشن ما فيش حد ما يقدرش يشخص الاتر فابليشن الاي سي جي بس سريعا هو ما بيكونش في بي ويف بيكون ريجولار ريز غالبا الكي ار اس ما فيش ابريشن او دبليو في دبليو او ابريشن بيكون اقل من 120 ملي سكند وبعد كده بنتكلم في حاجه اسمها الكورس اف والفاين اتر فابليشن اللي هو فابريتوري فلاتر ده ترم اتشال خلاص من جايد لاين كورس اف وفاين اف وهنشوف الرول بتاعها دلوقتي دي سام اي سي جيز اوف اي سب يعني اي سب يعني عشان اقدر اشخصه ممكن يجي بسيرد كومبليت هارت بلوك زي ما احنا شايفين هنا سواء انفرا هيسيان او سوبر هيسيان او يجي بريكزيتيشن زي دبليو في دبليو او يجي بابريشن ابريشن ممكن يكون ليفت بندل او رايت بندل الاشهر طبعا هو بيجي بالرايت بندل لكن ممكن يجي بالليفت بندل او ممكن يجي مع بي تي يعني ممكن يبقى عندي اي سب شغال عادي خالص ويحصل ليه بي تي واظن معظم الناس شايفه ان ساعات بقى في اتر فابليشن شغال فوق وممكن يبقى في في تي شغاله تحت نفس الوقت. طب احنا اختصارا سريعا عشان اللخبطه ما بين قبل ما نتكلم اشمل فينومنا اللي ما بين ازاي افرق ان العيان ده ابريشن او ابيرنسي مع اتر فابليشن او العيان ده معاه دبليو في دبليو او العيان ده معاه سليف دو في تي. سريعا لو لقيت عندي الاي سي جي الابريشن بتاعي زي ما هنشوف كده سريعا الابريشن بتاعي ابيرنسي تيبيكال ابيرنسي واضح وصريح سواء رايت بندل او ليفت بندل يبقى ده ابيرنسي اتيبيكال ابيرنسي لاي سامنس بيت يبقى لازم نحط في الاعتبار
ان العين ده ممكن يكون دبليو دبليو او يكون معاه سليفز وفي تي. فدي مهمه جدا عشان بتفرق في القرار بتاعي ده ابيرنسي، لان دبليو دبليو طبعا حكوا الاكسسوري مش حكوا خالص الايثر فابريليشن، فده مهم طبعا. لو ده ساينس مادريس هيكون باين في دبليو دبليو في بعض الاحيان، وبعض الاحيان بيكونش باين لو ليفت سايد اكسسوري مثلا. الاشمل فينومينا طبعا، الاشمل فينومينا من الحاجات المشهوره بتيجي دايما بيض باندل، وده الموست كوم، وده بتيجي شورت افتر لونج. يعني انا الاشمل يبقى عندي شورت سايكل زي ما واضح هنا افتر لونج سايكل، دي اول نقطه. تاني نقطه رايت باند ده الاشهر، بس ممكن تيجي ليفت باند، يعني قليل اللي بنشوفها بس ممكن تيجي ليفت باند. الاشمل فينومينا مهمه في ايه؟ ان ممكن عيان يكون انا خدت قرار هو مش هكوي كايتر فابريليشن، بيرمننت اسف ان انا خدت قرار مش هنكوي بيرمننت ايتر فابريليشن او كرونيك ايتر فابريليشن، وانا خدت قرار وبعد كده جالي بالمنظر ده بس فيري فريكوينت، فانا ممكن اتلخبط العيان ده عنده بي بي سي. لا ده انا لازم اتاكد الاول ان دي مش بي بي سي وادخله في قصه ثانيه خالص زي هولتر او زي ان انا اخش اعمل له ابليشن البي بي سي ما دام انا متاكد ان هي اشمل فينومينا. طب من الحاجات المهمه جدا جدا ومن النيو ستادز اللي اتعملت في يعني هي 2009 وبعد كده اتعملت ثاني في 2019 ازاي من الاي سي جي ده اقدر بريدكت العيان فيه ولا لا. يعني خلي العيان ده راح لحد ما وحد قال له لا والله انا مش هكويك، انا هخليك ريت كنترول ومش هكوي، والعيان بيشتكي انها جان تعبان مش قادر، هيروح لحد تاني حد الكتروفيسيولوجيست وهيبص على الاي سي جي بتاعه، وده الفرق بيننا وبين الجنرال كارديولوجيست. الكتروفيسيولوجيست هبري نظره ثانيه في الاي سي جي. انا عندي ثلاث حاجات تقول لي بريدكشن العيان ده اكوي او اعمل له كارديو فيرجن ولا ما كوهوش او ما عملوش كارديو فيرجن او اسيبه زي ما هو بريزيستنت او بيرمننت او كرونيك. اول حاجه الاف امبليتيود ودي اهمهم، ببص على الاف امبليتيود بتاعتي وليها كاتوف اللي هي الكورس والفاين، هو ده اللي احنا بنتكلم عليه كورس وفاين. لو لقيت الامبليتيود بتاعتي اكتر من 700 ملي فولت ده بعتبر العين ده لسه في ماسل موجوده في الاتريوم، يعني العين ده لسه ما حصلوش ليفت اتريال فايبروزس. طبعا لو الام ار اي مش متاح او مش بالاكيوريت بالدقه زي في مصر، يعني اعتقد الام ار اي مش بالدقه ان هو يقدر يجيب الليفت ايتر فايبروزس، فاحنا هنعتمد على الاي سي جي والكورس ويف او الفاين ويف. لو كورس ويف او اكثر من 700 ملي فولت فالعيان ده لسه عنده ليفت ايتر ماسل، والعيان ده ممكن يبقى عنده هاي سكسس ريت. ثاني حاجه الايدج، يعني يكون صغير في السن. ثالث حاجه الايف ديوريشن، يعني العيان ده بقى له قد ايه بالظبط في ايتر فايبريشن. في نقطه ثانيه بس مش سيجنيفيكانت قوي اللي هو الريت اوف ايتر فايبريشن، يعني العيان ده الريت بتاعه كل ما كان بطيء جدا من غير ادويه، يعني العيان جاي بايتر فابريليشن ما بياخدش اي ريت كنترول والريت بتاعه ستينات مثلا ومعاه فاين ويف، لا العيان ده يعني قليل ان هو يحصل له سكسس ريت او السكسس بتاعه هيكون قليل، لان ده عيان اكيد مليون في الميه ان هو بقاله كتير جدا عنده الديوريشن بتاعه عنده ايتر فابريليشن، وبالتالي حصل فتيج في الكوندكشن سيستم، فبالتالي حصل برادي كارديا من غير اي ادويه. فالبريدكشن ده مهم جدا. طب الايه في الابليشن انديكيشن سريعا ومش هتلخبط فيها، عيان اتر فابليشن طبعا حسب البيشنت شويس، العيان ده عايز يكوي من اول ما ياخد اي انتي ارزمك دراج يكوي كلاس 1، لا العيان ده للاسف كلاس 2 من غير انتي ارزمك دراج، طب هياخد انتي ارزمك دراج وفيلد 1 دراج جاست 1 دراج فيلد وفي انتي ارزمك دراج ممكن يخش ابليشن دي كلاس 1. العيان ده بريزيستنت سواء هيكوي على طول او هياخد انتي ارزمك كلاس 2A، لو عنده لونج ستاندنج او بريزيستنت يبقى كلاس 2 بي. عشان كده مهم جدا نعرف الفرق اللي احنا قلناه اول في الديفينيشنز في الاول، ليه هما قسموا الايرلي بريزيستنت واللونج ستاندنج بريزيستنت. اللي اقل من 3 شهور السكسس ريت بتاعي هيبقى اعلى اكيد من هو اكتر من 12 شهر. طيب يعني العيان ده هل عامل له عيان هيفتح سيرجيكال ابليشن ليتر فابريليشن، العيان ده مثلا كلوز حاجه كلوز زي الكابج او الاورتيك فالف ريبليسمنت او هيبقى حاجه اوبن زي ماتريال فالف، هل ده اعمل له سيرجيكال ابليشن ولا لا؟ يعني معظمها زي احنا شايفين تقريبا كلاس 1 لكلاس 2 اي، فالعيان ده يستحق، العيان ده هيخش يفتح او هيعمل كابج او هيعمل ميتال فالف ريبليسمنت ممكن اعمل له سيرجيكال ابليشن. وطبعا من ضمنهم حاجات لو هو فيلد العيان ده كمان لو فيلد ابليشن اند كارديو. طب ستاند الون سيرجيكال ابليشن يعني العيان ده هيخش فقط يكو سيرجيكال ابليشن، لو هو العيان ده ماشي على انت ريزمك دراج وفيلد ابليشن قبل كده ممكن يخش او بريزيستنت او لونج ستاندنج. لو هو بروجزيسمنت لازم اول اجرب معاه الانتي اريزمك واجرب معاه الابليشن العادي اللي هو الاندكارد الابليشن، ما نفعش ممكن ادخله سيرجيكال ابليشن وساعتها تبقى كلاس 2 بي، وطبعا يكون العيان عنده سيمتومز يعني يكون سيفير سيمتوماتيك. لو بريزيستنت او لونج ستاندنج ممكن من الاول اخش اعمل سيرجيكال زي الميز اوبريشن. طيب انا دلوقتي هنحكوا عيان افاد
ايه البري او بي بروسيدجر ايمجينج. دي ايمجينج بنعملها يا اما قبل على طول الاوبريشن او بعد على طول او اثناء الديوريشن البروسيدجر نفسها. زي مثلا سي تي، السي تي من الحاجات اللي بنعملها، ممكن نعمل سي تي ميرج، ودي من الحاجات المهمه جدا هنعرف دلوقتي ليه الايمجينج عامه مهمتها ايه في الايه ستابليشن. او السي ام ار او اللي هو الام ار اي، ده برضو من الحاجات اللي هي حاجات منشوره قريب مع نسيم مروش اللي هو اوتا كلاسيفيكيشن، اللي هو بيقسم الليفت ايتم فايبروز اللي كنا عنه في الاول خالص في الميكانيزم او في الباثوجينيسيس، الفايبروزيس الموجود في الليفت ايتم على اساسه اخد القرار هل عندها هيستفيد من الابليشن ولا مش هيستفيد. يعني عنده ممكن يبقى عنده بروجريسمال ايفيد، يعني ممكن يكون بروجريسمال ايفيد بس يكون اوتا كلاسيفيكيشن كلاس 3 ما حصلش مينتننس، او عنده ماشي على انتريزمك دراج، او عنده كل شويه ياخد كارديو فيرجن فما خدش الديفينيشنز بتاعه البريزيستنت او اللونج ستاندنج بريزيستنت بس بروجريسمال بس بالام ار اي بان عندي اوتا كلاسيفيكيشن 3 او 4 ده سكسس بتاعه قليل جدا. يعني اوتا كلاسيفيكيشن 1 او 2 طبعا بافضل، ومفيش خالص فايبروز افضل طبعا من اي حاجه ثانيه. السي دي روتيشن اند جيوغرافي ده حاجه من الحاجات اللي بتتعمل اللي هي بيري بروسيدجر، يعني عنه هو على الترابيزه بعملها ليها يعني ليها مزايا كتير جدا، ان لو قارنتها بالسي تي مثلا فهي كاكسبوجر اقل طبعا. تاني حاجه دي ريال لايف، يعني ريل لايف ايمجينج، او بعمل ايمجينج اثناء ما يكون العيان قدامي بياخد نفسه وشايف بالظبط الاناتومي بتاع البي في. طب ايه امبورتنس في ايمجينج عشان اشوف الابنورمال اناتومي؟ يعني الابنورمال اناتومي بيفرق كتير جدا في البروسيدجر تايم. يعني مثلا عيان زي مثلا 60% من البيشنت عندهم فيان اناتومي بيكون ظاهر جدا، اكتر حاجه ظاهره ليفت كومن بي في، كل اللي سبب اتر فابليشن شاف ليفت كومن ده اشهر حاجه وبياخدهم وان سيركل. الثاني اشهر حاجه بينهم رايد ميدل بالموني فين، دي تلخبط جدا ان يعني ممكن واحد يعتبر رايد ميدل بالموني فين ده سوبيريور مثلا وما يدورش على سوبيريور بالموني فين، اللي هو الانزنت ان هو تريجرنج الاتر فابليشن اكتر بكتير جدا من الميدل، او اكتر بكتير جدا 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 بالانفيريور بالموني فين. زي اللي صادف اتعملت على الكرايو ان ساعات بيباي باوس الانفيريور بالموني فين لو مش عارف يعملوا انجيجمنت ان هو لو الاقل تريجرنج للاتر فابليشن. فمهم جدا الاناتومي بتاع البالموني فين قبل ما ابدا الكاي. الانفيريشن تحتي الانتكواجليشن، الانتكواجليشن معظم العيانين هيمشي على الانويت الا لو كان عنده كونتر انديكيشن زي بروستاتيك فولت او يكون عنده مايتر تو سيفير مودريت تو سيفير مايتر ستينوزس. خلاص كل النواج بيخشوا وذاوت انتربشن، يعني كل النواج او الورف بيفضل يخشوا وذاوت انتربشن. في انذر سكول ومكتوبه في الجايد لاينز مفيش مشكله منها، بس في اخر جايد لاينز 2017 او حتى في الفوكس اللي اتعمل بعد كده في 2019 يعني خدت داون ستيب تحت ان انا ما اعملش انتربشن، يعني لقوا ان البليدنج او الستروك بتاعها اكتر من اللي هو وذاوت interruption، فخلوها داون ستيب نزلت خطوه تحت اللي هو without interruption. طب الهبرين ترانسبت بنكشر دي برده من ضمن الانتيوجليشن، في بعض المدارس تدي الهبرين قبل ما يجي ممكن، وفي ناس تعملها على طول قبل جاست immediately بعد ترانسبت. ده صح وده صح مش غلط. عامه الهبرين بياخد وقت حوالي 20 30 دقيقه عشان يوصل للافكت بتاعه، فانا لو اديته مثلا قبل ترانسبتال مش مشكله مش غلط خالص، اديها قبل ترانسبتال واخدت ترانسبتال بتاعتي لو انا مش متوقع العيان ده عنده ديفيكلت ترانسبتال بانكشر يكون يعني حاجه جايدنج ليا زي الايس او ترانسوجيال ايكو، فبالنسبه لي مش هخاف، فممكن ادي الهبرين بيفور ترانسبتال. لو معيش طبعا هعتمد على الفلوسكوبي بس، او العيان ده قبل كده ابليشن ان هو ديفيكلت ترانسبتال، او العيان ده طبعا لو عنده بريزيستنت افيب او هو بقاله كتير افيب او عنده ليفت اتريال فيبريليشن اتوقع ان العيان ده هيكون عنده ديفيكلت ترانسبتال بنكشر. انا سامعيني كده اكمل ولا كمل يا دكتور مصطفى؟ سامعينك كويس. سامعين كويس جدا. تمام. بعد كده طبعا بعد كده متاكد من ابسنس اوف ليفت اتريال ثرومبس، دي ممكن تعمل وذ ترانسجيل ايكو جاست بيفور اللي هو وذ 2 دايز او 3 دايز قبل البروسيجر، او لو هنعمل ترانسبتال جايدد وذ ترانسجيل ايكو ممكن اثناء البروسيجر نفسها. غالبا انا على غير واحد لو شفت كل اثنين او اكتر، انا يعني غالبا معظم الناس بخايفه فبتعملها قبل ما تخش البروسيجر عشان. طب الانتي اريزميك هو المفروض مش هنعمل انتربشن للانتي اريزميك، ممكن تعمل انتربشن مفيش فرق بينهم كتير، يعني هو سواء انت عملت انتربشن للانتي اريزميك او ما عملتش مش هيفرق الا في حاله واحده فقط
لو انا شاكك في النون دي في تريجر، لو انا شاكك في العيان ده عنده نون دي في تريجر، يفضل يوقف الانتيجن دراج عشان اقدر اعمل له اندكشن للدي في تريجر زي ما هنشوف بعد كده في النون دي في تريجر استابليشن. طب بالنسبه للانستيزيا، معظمنا في البروجريسمال يعملوا لوكال انستيزيا او ديب سيديشن. طب الجنرال انستيزيا، الجنرال انستيزيا لها ما لها وعليها ما عليها. الجنرال انستيزيا كل الصوت اللي اتعملت لقوا ان هم بيستفيدوا جدا في السكسس ريت، هم اعلى في السكسس ريت سنجل بروسيجر. يعني هم في المالتيبل بروسيجر مش فارقه، لكن في سنجل بروسيجر لا بيلاقوا ريت اعلى. تاني حاجه ان هي بتقلل الريكونكشن الدورمنت كوندكشن الموجوده لما يكون العيان نايم، بيكون افضل عشان هايبر بلوريزيشن اللي بيحصل لو عيان صاحي والستريس الموجود. تاني حاجه بيقلل الريسك تايم، يعني كلنا واحنا بنكل دي في والعيان بيتحرك او العيان بيكح او العيان بيعمل مشكله او نفسه بيكون سريع، طبعا لو الجنرال انستيزيا بحطه على الفنتليتور بظبط الكارت بتاعي او السيدي مامنج زي النافكس مثلا بظبطه على التايد اوف فوليوم بظبطه له وبشتغل مفيش مشاكل خالص. لكن كلنا بنشوف الشيفت اوف ماب لو احنا العيان صاحي. طب ايه المشاكل؟ المشاكل اللي هو البوستيريو وول ابليشن، ما دام ما عنديش استجاب روب هيبقى في مشكله في البوستيريو. احنا معظمنا بيعتمد على البين السيمولوس اللي عين بيحس بيه وقت البوستيريو وول ابليشن عشان اشوف قريب من الاسوفيكاس ولا لا، عشان الاتيو اسوفيجال فيستولا. دي مهمه جدا. عندي استجاب روب ممكن اعملها بجنرال انستيزيا، ما عنديش استجاب روب يبقى بلاش جنرال انستيزيا او يفضل بلاش جنرال انستيزيا. طب الفاسكولار اكسس، في حته في الاول كان المفروض نقولها، الفاسكولار اكسس ممكن تعمله عادي خالص اللي هو بلايند زي ما كنا بنعمل، وممكن لو ديفيكولت ويفضل في الاي فيب العيان بتدي له هيبرين كتير جدا، وطبعا بنظبط الاي سي تي بتاعي عن 300 سكند تقريبا، فيفضل ان انا اكون فاسكو اكسس اندر فيجن بعمله بالدوبلكس. ودي صوره سريعه كده ان في ساعات ما كناش شفناها ان ساعات في انتوميكال فاريشن يبقى الفيمورال فين تحت الفيمورال ارتر، فساعتها هنخش بالنيدل بتاعتي اخش بيها كده عشان ابعد خالص عن كيمو ارتري عشان ما يحصلش ترانسفيكشن للارتري والاقي في مشكله بعد كده وانا بعمل بشيل الشيف. طبعا سته زي ما قلنا في ناس بتعمل سنجل. ثاني واحده يا مصطفى لو سمحت، وفي ميكروفونات مفتوحه، علي قفل الميكروفونات يا علي. شريف حبيبه ميكروفونك مفتوح. مقفول يا دكتوره، ماشي قفلتين. اوكي اتفضل يا مصطفى. شوف تمام، ممكن تبقى سنجل ترانسبتال وساعتها بنعمل دبل تكنيك، ندخل واير وازق جنبيه الشيف، او دبل وده يعني الاسهل، في ناس بتسرح الدبل اكتر عشان الحركه وكده. مش هتفرق كتير خالص، ما فرقتش في اي حاجه خالص سنجل من دبل الا السيفتي فقط والبروسيجر تايم طبعا. الجايدنس، الجايدنس ده فلوسكوبي ومعظم الناس يعني فاميليار مع جاست فلوسكوبي، سواء ان هو بيعمل بيك تيل في الاورتك روت او بيعمل هيس او بيعتمد فقط على ال اي او والار اي او، او ممكن يعتمد على الايت بريشر فلورو، او طبعا فلورو زائد ان يعني انا استغنى عن فلورو ابدا الترانسوجال ايكو او زائد الايس. هو بس الفرق بينهم طبعا اللي شغلهم من الفرق ان الصوره مقلوبه في الايس، الترانسوجال ايكو بلف ايه كان فوق والرايت ايه كان تحت. والترانسوجال ايكو والايس مش جاست فور ترانسبتال، هم مهمتهم اكتر بكتير كده ان هو ممكن كمان يعمل لنا جايدنج للليفت سوي بالمونيتور، مش مجرد بس بخش. يعني انا كنت افضل لو كان في صوره ثانيه بس للاسف ما كانش معايا في الشغل بتاعي في صوره ثانيه، لا مش مجرد بس بعدي ليفت اي تيم، لا ده انا ممكن كمان جايدنج معايا اخش عند الليفت سوي بالمونيتور فين وابعد عن الابندج اللي هي طبعا هنحاول نعملها في فلورو تايم فلوروسكوبي اسف، ونبقى نظبط انتيريور وبوستيريور. طبعا لسه ما فيش ماب فمش عارف انتيريور وبوستيريور واعتمد على السيجنال، لا انا ممكن جاست بالترانسفيجال ايكو او بالايس، انا نوت فاميليار بالايس قوي، بس ترانسفيجال ايكو لا احنا جايدنج ليفت سوي بالمون فين ونبعد خالص عن الابندج، وكده بنوفر في الريسك تايم ونوفر بوستيجر تايم. طب الريكومنديشن بتاعت الجايد لاينز هنرجع لها في الاخر، بس دي سريعا. البي في اي طبعا هو اهم حاجه في كل البوستيجر بتاعت الايكو فابليشن سواء البوزيسمال او البوزيسمنت، وبعد كده الحاجات التانية اللي هي ازاي بنعمل بي دي اي ونعتمد على الانترنس والاكزيت دي هنقولها ان شاء الله في الاخر. ونفس الكلام بالنسبه للليشن، ايه المهم منها وايه اللي يتعمل وكلاس 1 وايه اللي ما يتعملش، والحاجه الثالثه اللي هي بتاعه الاندكشن فور نون بي في تريجرز. طب السي دي مابنج، انا خلاص دخلت الليفت اتشنج وبعمل سي دي مابنج، طبعا اكتر حاجه معتمد عليها هو بص يعني واكله السوق تماما
شركه بوسطن 41%، ده انترناشونال مش بلد معينه. سان جود 41%، و اسف باي سنت اسف سوري انا اتلخبطت، باي سنت 49%، وسان جود بالكارتو طبعا سان جود 41% طبعا اللي هو النافكس ودلوقتي البرسيجن، و9% بوسطن ساينتفك اللي هو جهاز الريدمي. طيب يعني هناخد كده شوية أمثلة. الكارتو ممكن نعملها باللاسو ناف أو الديكا ناف من الأساطير الجديدة طلع في البايسنس طلعها، أو البنتري طبعا أو الساوند ستار اللي هو الكارتو ساوند. النافكس ممكن بالأوبتما أو الأدفايسر، ودي صورة من النافكس، أو الريزما زي الأورجن. أنواع الأساطير اللي ممكن نستخدمها دي كلها موجودة، الأورجن زي ما احنا شايفين بتاعة الريزميا، الباسكت بتاعة النافكس ده اللي هو الساوند ستار أو الكارتو ساوند، ده الاوبتما بتاعت النافكس، ده اللاسو ناف، بنتري دي كناف دي اللي هي يعني دي كابولر مابين كاستر من بايوسنس من حاجه طالعه جديد. الجريد طبعا بتاع البرسيجن بتاع النافكس، ودي الاكتيوس او يعني احد الحاجات الجديده لسه طالعه خالص، يعني بتحاول تقلد الاوريون او بتحاول تقلد الكارتو الكرايو اسف ابليتور. طب البي بي زي ابليشن دي الجايد لاينز اللي احنا هنجعلها في الاخر، ان لازم الاول ايك فابليشن بروسيجر سواء بروجريسنج او ريزيستنت هنعمل بي دي ايزوليشن. طب ازاي نعمل اتشيفمنت؟ هو الانترنس بلوك زي ما هنتكلم عنه في اخر محاضره خالص، الانترنس بلوك هو اهم حاجه بي دي ايزوليشن. طيب انواع غير يعني الحاجات اللي هي الاسيستنت بي دي ايزوليشن ده هو سيركمفرنشال ابليشن، ممكن ناخد روف لاين، ممكن هنتكلم عنها بالتفصيل برده كمان شويه، ناخد اس بي دي ايزوليشن، ناخد انتيريو لاين 8 فيجر اوف 8 هنتكلم عنه الكافيين. طيب قبل ما نشتغل خالص في الابليشن عملت المابنج بتاعي وهعمل هعمل اللي هو الابليشن، هبدا الابليشن. اهم حاجه في الابليشن والبي في ابليشن ان انا احدد الاوستن بتاعتي. طبعا هو الهيستوريكال هنتكلم عنها بعدين، السيجمنتال بي في ابليشن وبعد كده الانتر بي في ابليشن وبعد كده الكونفرنشال او وايد circumference ablation. اهم كلهم معتمدين على كلمه اسمها ايه، بي في اوستن. ازاي بحدد بي في اوستن؟ بكذا حاجه. لو انا عامل سي تي يبقى انا ممكن اعملها بكارتو ميرج، او لو الكارتو ميرج مش متاح ممكن اعمل بالسلكت برموني انجيوجرافي، ودي من حاجات يعني البروسيجر بتعمل كتير جدا. الناس بتشتغل كراي قبل ما يعمل دخل البالونه بتاعته بيعمل اول نون سلكتيف انجيوجرافي بفور برموني فين، وبعد كده يحط الكراي بتاعته في البي في اوستن. بلاقي حاجه اسمها، حد عنده سؤال او حاجه؟ كمل يا مصطفى، وحد بيتكلم في الميكروفون بس هكلم. سمعت حد بيتكلم اوكي. فبلاقي عندي حاجه اسمها اللي هو الكب، اللي اسمه كب اللي هو بدايه الانترم بتاعي تمام، والفانل شيب ده فانل شيب بيرمون في نازل كده وعامل كب. دي مهمه جدا بعملها مالتيبل بودكاستر، هي اكتر حاجه طبعا بنعملها في الكاري، بس بفضل نعملها في كل البروسيجرز بتاعه البي في ايزوليشن لو مش متاح عندي الكارتونر. لو طبعا الحاجات برضو مهمة، لو مش متاح عندنا البلموني انجيوغرافي او العيان الكلاب بتاعه عالي، او انا عيان ديهايدريتد او عيان كبير او خايف على رينا فانكشن او اي سبب من الاسباب ما عنديش مالتي بيربوز ومش عارف اعمل له ولا كارت ميرج ولا عارف اعمل له سيلكت بلموني انجيوغرافي، بعتمد على الامبيدنس. قبل ما ابدا كده بالماب اللي انا عملتها بدخل القسطره بتاعتي جوه البلموني فين ومفيش بوتنشال طبعا عارف ده بلموني فين، بشوف الامبيدنس بتاعتي كام وابدا اسحب تدريجيا لحد ما اشوف الانترم، وبعد كده اسحب تدريجيا ثالث لحد ما اشوف ليفت اتريوم. بلاقي عندي ثلاثه تقريبا ديفرنت امبيدنس، فرق شاسع ما بين جوه البلموني فين وبين الليفت اتريوم تيشو، بيبقى في فرق كبير جدا بينهم. فممكن عن طريق الامبيدنس دي بعمل مابنج ثانيه بوينت باي بوينت كده على الانترم عشان اشوف ده بدايه الانترم بتاعي، واعمل وايت سيركمفرنشال او هشوف هعمل نوع البلموني فين ايزوليشن هنتكلم عنه دلوقتي. طب الابليشن سيتنج ايه؟ لو انت طبعا كونتاكت فورس يبقى افضل، لو ابليشن انك طبعا افضل ثم افضل. طب بنعمل كام ثانيه؟ 20 30 ثانيه. ممكن تبقى جايدد جاست بالابليشن اندكس او جايدد بالكونتاكت فورس لو متاح، لو الاثنين مش متاحين تبقى جايدد بحاجه مهمه جدا ايه، بيننس برضو. اما تلاقي الامبيدنس بتنزل، هي كانت بيبر بس انا للاسف ما انا نسيت احطها، بيبر معموله في هامبورغ، لو الامبيدنس تحت قلت اكثر من 10 في اول 3 ثواني ده معناها اللي انا عملت جود كونتاكت او انا عملت جود ليجن. لو حصل بكده جود ليجن، لو انا عندي حصل في نفس البيبر دي لو حصل سادن رايزنج بحاجه من اثنين، اثرت اتحركت فانا ابص على الفلو واشوف اثرت اتحركت او لا، او 3 دي مابنج لو هو باين، او يكون عندي ده معناها لو سادن رايزنج ان انا بعد 10 ثواني ده حسب البيبر ما قالت
ان هيحصل عندي بابل، او هيحصل عندي اللي هي شاترينج او بابل. طيب ايه هو الكونتاكت فورس بتاعتي تبقى كام سريعا؟ هو طبعا الكلام زمان كان 10 40، الجايد لاينز قالت على الاقل 5 ل 10، ممكن 10 40 على حتت زي ريدج بتحتاج كونتاكت كويس جدا، وهنتكلم على اسم الليجن دي توست ليجن. خلاص راح تشتغل 17 ملي، وانت تشتغل باور بتاعك على 30 اكثر من 35 واط، هنعلي الريجيشن بتاعي 30 ملي. طبعا ده الابليشن اندكس، الابليشن اندكس بس دي بتفرق من مكان لمكان او من اوبريتور لاوبريتور، فحتى المفروض قبل ما ياخدوا الابليشن اندكس او قبل الابجريد في الابليشن اندكس بنعمل سريعا يعني بيجيبوا كذا اوبريتور بيعمل كذا بروسيجر ويشوف بيقارن البروسيجر الليجن دي اللي اتعملت دي اتعملت بابليشن اندكس كام وفي وقت قد ايه. دي محتاجه نتكلم عنها بعدين، مش هتكلم عنها دلوقتي. الحاجات المهمه جدا الكتروجرام، فالكتروجرام بشوف اللوكال الكتروجرام بتاعي بيديسابير او بينزل، او زي ما بنقول اللي هو في اللينبولا لو هي ار اس بتبقى اس فقط او كيو ار، او بتبقى اس فقط او مفيش خالص. طيب شويه حاجات سيفتي فور جاست فيست سيفتي فور بوستيريور وول، خلي بالك من بين عشان الانسوجين انجري الاوبرا ترايل مهم جدا ان احنا نقلل الريدكشن للباور على بوستيريور وول. احنا هنشتغل على انتير وول 30 ممكن نوصل ل 40 في حاجه اسمها توست ليجن هتكلم عنها دلوقتي، ممكن لا بوستيريور ممكن نتكلم 20 25. في another theory اسمها high power short duration على البوستيريور وول، برضه هنجيبها دلوقتي في السلايدات. دي بتتكلم عن ان انا اعمل هاي باور 40 واط تقريبا لمده 3 ثواني واعمل ليجن ثم ليجن ثم ليجن. هم لقوا ان دي بتبقى اقلهم في الاسوجال انجري. وبعد كده في التوست ليجن زي ما احنا اتكلمنا عنها، دي هنتكلم عنها بتفصيل. التوست ليجن دي بيكوي الريج انتيريورلي البوستيريور بارت بتاع الابندج من ورا، ويكوي الانتيريور بارت عند الريج بتاعت ليفت انتيريور ليفت سيربرمور فين وما بين الابندج، بنسموها توست ليجن. يعني خدت الليجن دي من قدام ومن ورا، دي بتعمل زي ابيكارديال او ترانسميشن لو في اي موجود زي كافيه او موجود جانجرين بلكسس او اي حاجه ابيكارديال كونكشن بعملها عن طريق توست ليجن. كلوز بروتوكول هنتكلم عنه دلوقتي ايه كلوز بروتوكول. دي كلها حاجات عشان السكسي. دي انواع البي في اي، بنتكلم على السيكونفنشال ابليشن او السيجمنتال ابليشن. لحد دلوقتي في سيجمنتال ابليشن الشباب معتمدين ادوبتد اكتر السيجمنتال ليجن، عملنا استدي بيننا وبين اسم كارديولوجي مع دكتور ضماطي وبينز السيجمنتال نوت انفير تو سيكونفنشال، عملنا حاجه اسمها اكسترا اوستيال نوت اوستيال ليجن زي ما كان موجود قبل كده اكسترا اوستيال، وكانت عامله نتائج كويسه. التوست ليجن زي ما قلنا بنكوي البوستيرير بارت بتاع الابندج والريج قدام ما بين الليفت سويبر مون وفين وبين الابندج، برضه لقوا ان هي لونج تيرم بتاعها كويس جدا. اللي هو الكلوز بروتوكول هو معتمد على كذا حاجه. اول حاجه يكون انتر ليجن ديستنس يكون اقل من 6 مللي. اوبشن بظبطه على الكارتو اخلي بتوين البوينت والبوينت بيقيس مسافه كرولر عن طريق الرولر واتك عليه بيطلع لي حاجه اسمها بيكون اقل من 6 مللي. معتمد طبعا ان القسطره تقريبا 3.5 مللي، فبتعمل ليجن حواليها حته كمان حواليها، فهو لقوا ان 3.5 مللي جنب 3.5 مللي البوينت اللي بعديها، فما فيهوش يعني ده هتعمل 3.5 3.5 ب 7، فما تسيبش مسافه اكتر من 6 مللي عشان اعمل ليجن محترمه. تاني حاجه هو يعني هو ثبتوها، دي اتعملت في فرنسا عن طريق بلجيكا اسف عن طريق ماتيس الابليشن اندكس 55 انتيريور 400 بوستيريور، اللي هي الفيجر اوف 8 ان احنا بنكوي بقى بناخد السنجل سيركلينج سنجل سيركل انسيركلينج الليفت سوبر بايمور فين او الرايت انفيريو بايمور فين اللي هي الابليشن اوف كراينا من ورا. طبعا لنا كلنا ساعات بنلجا في الاخر ان احنا بقى بنعمل السيركلينج بنلاقي في جاب او بنلاقي في مشكله موجوده، فساعتها بناخد الكراينا اللي اسمها فيجر اوف 8 ولو فيها نتائج كويسه برضه. طب الهاي باور شورت دوريشن اتكلمنا عنها من شويه، زي ما قلنا ان الهاي باور شورت دوريشن بتكون بروسيجر اقل طبعا مع الاستوجيه بروب. لو انا هنعتمد على الاستوجيه بروب ودي من ضمن حاجات سيفتي اللي موجوده في السلايد اللي فاتت، اللي انا بعتمد على حاجتين، يا اما ما يزيدش درجتين من بدايه البروسيجر، يعني انا قبل ما ابدا الابليشن بتاعي كانت مثلا 36 ما يزيدش عن 38. وفي بعض السكولز او بعض السنترز الكبيره بتقول لك لا ما يزيدش عن 39، في ناس بتقول 39.5 في ناس 38.5 اختلفت. نعم في ميكروفون تاني مفتوح يا جماعه، يا علي لو سمحت ميوت اول. حاضر يا تمام
فلو اعتمدنا على الاستروجين بروب لو بيعتمدوا عليه فبتلاقي بعد ما يحصل رايزنج التمبريتشر بتقعد تستنى شويه لحد ما التمبريتشر تبدا تنزل للبيز لاين عشان تاخد البوينت اللي بعديها. فطبعا ده بيطول البروسيجر كتير جدا وبيطول الابليشن تايم كتير جدا. فلاقوا ان الهاي باور شورت ديوريشن لو عملناها بتقلل البروسيجر وبتقلل الفوسكوبيك تايم وبتقلل البروسيجر تايم، ولقوا كمان ان هي كاسوفجيال انجري اقل بكتير جدا من الكونفنشال ابليشن العادي سواء بالاسوفجيال بروب او هعتمد على البين بتاع البيشن. دي التكنيك بسرعه بيرمننت بي بي اي وذ بالون تكنيك. طبعا بالون تكنيك النيو تكنولوجي الايمرجنج دلوقتي، الكراي ابليشن زي ما زمان دلوقتي هيتكلم عليها، غير الكراي ابليشن عندنا كراي ابليشن وعندنا الليزر بالون وعندنا الهوت بالون ودي بايسنس وعندنا ال اسمها رحيم اللي هي البيفاك دي اعتقد ميترونيك البيفاك دي عامله زي يعني هي مقلده شويه اللاسو او الان مارك القديمه بتاعت البايسنس، وعندنا اللي هي الاباما عارف بالون دي بتاعه دي اكسفورد يونيفرسيتي وخد اف دي ابروفد قريب على فكره، او ناخد الجلوب دي اعتقد يونيفرسيتي اوف لايبزيج ودي برضو الجلوب واحده ثانيه، او اخيره خالص اللي هي هاي انتنسيتي فوكس الترا ساوند دي من ضمن الحاجات برضو اللي لسه ايمرجنج جديده بس ما خدتش اف دي ابروفل، هي دي بتعمل على هاي فريكوينسي الترا ساوند ليزر بالون سريعه. ده طبعا بالاندوسكوب ده بيكون جوه الدي في نبقى شايفين الدي في من جوه والبوينت دي سيكوينشال ابليشن، يعني دي مش وان شوت ابليشن دي سيكوينشال ابليشن، يعني الكرايو سنجل وان شوت ابليشن بتعمل الكرايو مره وبتنتهي القصه. إيه لو احتاجت تعمل ادهادنج تاني زي ما هنشوف الكرايو ابليشن مع اور كوليك، لكن الليزر ابليشن سيكوينشال تبدا تلف كده تدريجيا عشان تاخد كل بوينت حوالين البي في زي ما شايفين اللايف بيبدا يتحرك كده تدريجيا الهاي انتنسيتي ودي ريد فريكوانسي هو بالون بتاع البايسنس دي وان شوت دي وان شوت بالون دي من الحاجات اللي هي مره واحده زي الكرو ابليشن وبتحتاج طبعا ابليتور محترم كبير جدا. ديت اللي هي اباما بالون اتعمل عليها الاي في فيسنت ترايلد وعامله زي كويسه جدا في 2017 برده من سنجل شوت ابليشن برده، وده جلوب كارديوم. طيب بعد ما اتكلمنا على البي في ابليشن يبقى خلاص عملنا بي في ايزوليشن، نتكلم على النون بي في تريجرز. يعني سريعا كده عيان يعني هي في بروتوكول بيتعمل في معظم السكولز قبل مبدا ابليشن بشوف ادور على النون بي في تريجر، ما دام بروجريس ما لقيتش ابليشن هدور على النون بي في تريجر في الاول، وممكن ما تدورش ممكن تبدا البي في ايزوليشن زي ما هتشوف في الاخر ان معظم التريجرز بتبقى غالبا بي في نص كوم بتطلع من حته ثانيه، ممكن بعد الايزوليشن ندور على المناطق الثانيه اللي ممكن يحصل تريجر. يعني بعد ما نخلص البيج ايزوليشن السيناريو اللي هنتكلم فيه هعمل اندكشن اوف ايفيرت في ان وان ستادي اي دونت ريمبر ذا نيم ناو بس فيري نيو ستادي 2020 لقوا ان الريكانس اوف اكيوت ريكانس اوف ايفيرت فابليشن باي هاي ايفيرت بيسنج دي من الحاجات اللي هو لو ما حصلتش يبقى ده هاي سكسس ريت. يعني بعد ما اخلص البروسيجر بتاعتي والويتنج مضايم وطمنت على البيج ايزوليشن كل حاجه اعمل هاي فريكونسي بيسنج ولو ما حصلش ريكورنس اوف ايتر فابليشن يبقى ده معناه ان العيان ده ابليتد كويس او اللي هو الريكورنس بتاعه هيكون قليل جدا سواء على الشورت تيرم خلال 3 مانثس او بلانكينج بيريود او على اللونج تيرم بعد كده اللي هو بعد سنه. انا بعمل ايه؟ بخلص البي في ايزوليشن عملت البروتوكول بتاع الاندكشن اوف ايتر وحصل ايتر فابليشن. طب كويس، طب ادور على ايه؟ نون بي في تريجر انا متاكد من البي في ايزوليشن بتاعي. طب نعمله ازاي النون بي في تريجر؟ بحط الاساطر بتاعتي في اماكن مختلفه، يعني اثرها في البي في سواء مثلا واحده في الليفت واحده في الرايت واحده في الرايت اتريوم، واعمل اندكشن سواء بالبيسنج او بالايزوبريتينول اللي هو ايزوبرينالين. بعمل اندكشن واشوف اول انيشيشن الايفيد هيبدا ازاي زي ما هنشوف دلوقتي في التريتنج. طب او من الاول خالص قبل ما اعمل بي في ايزوليشن اعمل نفس الحركه برضو انيشيشن بالايزوبرينالين واشوف طلع منين. زي ما قلنا قبل كده ما ننساش دونت فورجيت لو العيان ده هعمل له بروتوكول اوف نون بي في تريجر لازم اوقف الانتي اريزمك. طب هو من ضمن السيناريوهات او من ضمن البيبرز اللي اتنشرت اعتقد كانت في هارت ريد ودي معموله في الصين كانت على 300 عيان ان هم كانوا بيحطوا قسطره في الهايلايت اتيوم وقسطره ثانيه عند الهس وقسطره في كورن ساينس ما بيحطش قسطر خالص في الليفت اتيوم. ده عيان ما اتعملوش تانسبت من اول خالص عاملين كده زي الجوريزم بيشوف الفرق بين هايلايت اتيوم والهيث
ويطلع يشوف اكتر من زيرو ولا لا. لو اكتر من زيرو يبقى احنا بنتكلم في ليفت سايد، لو اقل من زيرو يبقى دوت رايت اي تي ام وجاي يعني جاي من فوق او في نفس الشامبر بتاعتي. فبعمل الالجوريزم بتاع الشامبر سواء اي سي دي سي او تيست سيجنالز واشوف حسب الالجوريزم ده ماشيين فيه. ما شفتهاش كتير بتتعمل بصراحه، بس هي معموله من ضمن البيبر اللي عليها كلام كتير. طب ايه دياجنوستيك كريتيريا هنا؟ وي ديبندنج اون حاجتين، اول حاجه كنا ساينس اكتيفيشن بعيد خالص عن الالجوريزم اللي فات، والبولاريتي بتاعت الاف ويف او الدي ويف عشان اشوف التريجر بتاعي جاي منين. يعني لو جاي من فوق من اس بي سي يبقى انا بتكلم على بولاريتي 2 3 زي بوستيف، او جاي من كريستال تمنات ابر بارت نفس الكلام لور بارت هتكون دي ويف مقلوبه. طبعا بقول يا جماعه دي ويف هي اي ويف، انا اسف سوري، هي مش ساينس دي ويف، هي اتريال ويف، يعني هي ما بتبقاش لسه فيبريليتنج، هي اول اتريال اس ستيمولس بشوف البولاريتي بتاعتها وعلى اساسها بقدر احدد هي جاي منين عن طريق بولاريتي جاست بولاريتي، او عن طريق الالجوريزم احنا جبناه اللي فاتت، او عن طريق كونساينس اكتيفيشن. طب ده تريسنج، من ضمن تريسنج اللي هي بتبين النون بي في تريجر ده عيان سيناريو العيان اتعمل له ايزوبرينالين وحصل له اندكشن زي ما احنا شايفين. انا حاطط هنا اثرت في الاس تي سي واخدها من ديستال بروكسمال خلاص، وعندي في الرايت سيبرين بايمون فين، وعندي في الهيست، وعندي في الديستال، وعندي في الاس بتاع الكورنيتاين خلاص. عن ثلاث اساطر وبدات اعمل الانيشيشن بتاعي بالايزوبرينالين. لو احنا شايفين اول واحده دي ساينس ويف، دي ساينس ويف اهي، اتس ويف خالص اهي ماشيه مع الكورنيتاين بتاعتي، وفي بوتنشال ماشي معاها متسجل اكتر على الاس اس في، يعني ده مسجل اكتر اس اس في. وبعد كده قبل الابليشن قبل الانيشيشن على طول البوتنشال ده بتاع الاس دي سي بيسيدنج البي ويف او الساينس دي لسه ساينس، فدي او الاتريال ويف عشان نقول يعني ده اتريال كونتراكشن ويف، فده تبع ده، فدي اول واحده انيشيتور. ودي جايه منين؟ جايه من الاس دي سي اول حاجه خالص، فده معناها ان الانيشيشن بتاعي طالع من الاس بي سي، وبعد كده حصل انيشيشن الاتريال فيبريليشن. وهناخد بالنا البوتنشال ده لو احنا ركزنا في الاتريال فيبريليشن هو واضح اكتر في الساينس ريز، في الاتريال فيبريليشن لسه موجود البوتنشال اللي هو مش واضح حاجه ثانيه. طب ده مثال على النون بي بي. طب لو بي بي تريجر، نشوف البي بي تريجر. ده احنا قلنا هو الساينس اهو يا جماعه، وده عكس في ال في الايت ويفر اكس سيم. ازاي لو بي في ده؟ لو واحد طبعا بي في هنا حاطين ده عيان سيناريو بتاعه، وعملنا نفس الطريقه ديت في الرايت اتيام ورايت برموني فين. طبعا هنعرف في الاخر ان الفار فيلد بتاع رايت برموني فين الاس بي سي مهم جدا نعمل لهم اليمنيشن، لازم نفرق بين الاس بي سي ورايت برموني فين. هتعمل اسسمنت للاس بي سي يبقى لازم يبقى عندك اثاره في الرايت برموني فين عشان تقدر تفرق بين الفار فيلد اللي بين الاثنين لازقين على بعض، الرايت برموني فين اللي على الاس بي سي من فوق. لكن في الليفت سايد انا مش محتاج، في الليفت سايد انا مش محتاج خالص ان اعمل اسسمنت للرايت اتيوم، فاثر عندي هيت في الليفت برموني فين وحصل نفس الكلام. هنا بيحصل الترنيتنج، انا شايف الترنيتنج بتوين البوتنشال بيسبق الاتيوم اهو، وبعد كده الاتيوم، وبعد كده ساينس هي بالانترين او ساينس دي بالانترين البي بي. طبعا دي برده من ضمن الحاجات اللي هنتكلم عنها في الاخر، معناها مفيش ايزوليشن، يعني لو حصل الموقف ده المنظر ده حصل. معلش استاذنك يا دكتور احمد، استاذنك توضح اكتر فين البي ويف او فين الاتريال ويف والبالمونري اللي خارجه من البالمونري. بص يا استاذ مرتضى، ليزر بس بالراحه. اوكي، ده البوتنشال الموجود على البي في اللي هو الشارب بوتنشال، ده البي في بوتنشال اوكي. لكن اللي هو ده بتاع الاتيوم اكتر، وحتى ده سابق الاتيوم على كون ساينس، يعني ده البي في بوتنشال سابق خالص الكون ساينس سواء ديستال ابروكسيمال. واضح كده يا دكتور مربت؟ لكن هنا لما نيجي نشوف هنا، لا هنا عندي واضح يا دكتور احمد مصطفى، واضح كمل تمام. لكن هنا اللي حصل العكس، البي في بوتنشال متاخر، البي في بوتنشال متاخر، فده لو حصل في الاول قبل الايزوليشن يبقى ده انا هلجا للليفت سويبر منو فين عشان اكفي اول حاجه. وبعد كده ممكن تكون القصه كلها زي ما قلنا في الميكانيزم دي مايكرو ري انتري، او تكون ديت سموث ري انترنت حوالين بي في، البي في ايزوليشن ليفت سويبر مو فين او رايت سويبر مو فين ممكن اكويها. وفي بعض الناس ما بتلجاش ان هي تعمل لكل البي في ايزوليشن، بعض الناس مش كل الناس، موست اوف بيبل بيكمل طبعا البي في ايزوليشن. هنا الترنيشن بتوين الاثنين، الاتيوم سابق البي في بوتنشال، هنا العكس البي في سابق وهكذا، عايزين يبدلوا مع بعض. طب هنا لو حصل نفس المنظر ده بعد البي في ايزوليشن، العيان ده ما حصلوش ايزوليشن،
يعني كده عندي الاتيان بيطلع انترين الاتيان بيترين البي في، فكده عندي ما عنديش انتري بلوك، وعندي البي في بيطلع بره عشان انترين الليفت اتيان، وبالتالي ما عنديش اكزيت بلوك. يعني ده سلايد كويس جدا الاكزيت والانترنس بلوك. طب انا اجلت اللينير ابليشن بس في الاخر ان فيها كلام كتير معلش هقاطعك، مش كل اتفضل اتفضل تشوف معاك محمد موسى معلش المطر اتفضل. لو انا عملت ايزوليشن مش معناه كده ان هو البارمونال فين بوتنشال مي بي ديسوشيتد كومبليتلي ديسوشيتد عن الاتر بوتنشال؟ لا مش ديسوشيت. هقول لك ليه، لان انت شايف ان الريت هنا ريجولر صح؟ يعني شايف معايا الريت هنا ريجولر، وبالتالي ان البي في اللي طلعت دي انترين الاتيوم، يعني هي ده انترين الاتيوم، يعني هي طلعت البي في بوتنشال سحب الاتيوم معاه، كانك بالظبط عملت بيسنج. يعني هي نفس فكره البيسنج من البي في، هتلاقي ان الاتيوم معاك مسحوب صح؟ ليفت اتيوم مسحوب مظبوط؟ تمام. يعني يا دكتور موسى فانت ما دام انت عندك الريجولر ريت وانت شايف الكلام ده، هوريه لك في سلايد في الاخر ان شاء الله، ان لو عندك بي في بوتنشال وملهوش اي ديسوشيت تماما من الاتيوم، انا معاك كده بكيف في ايزوليشن. لكن هنا لا، انا شايف ان الاتيوم يعني هنا الموضوع سحب بعضه، والدليل شايف هنا مثلا اهو عايز يسحب بعضه. هنا مثلا لو جينا نتكلم يعني مور ديب شويه، هنا مثلا شايفين اتيوم من غير بي في بوتنشال، يعني هنا في واحده اتيوم جاتها الى اكسسور دي بي في، دي اتيوم هي جت وبعد كده دي سحبت خالص، يعني دي سحبتها عن اللي قبليها. نفس الكلام هنا، ده ريجولار ريت مش زي بعضه خالص، بتعتمد على ان الاي بيسحب الاتيوم ساينس ريزم بتاعك شغال عادي. يعني احنا جبنا لونج ستريب هنا شويه وقسنا الاي دي للاي دي هتلاقي ريجولر، وقسنا البي في بوتنشال دي للبي في دي بوتنشال دي هتلاقي ريجولر. بس طبعا هي عايزه سكرين تاني هوريها لكم في الاخر ان شاء الله في الاكزيت والانترنس بلوك. طب الجانجيوم بلكسس، مش كل الناس بتعمل جانجيوم بلكسس، واغلبنا بنكويها يعني بتبقى هي طبعا الديستريبيوشن بتاعها موجود في الانترم والبي في، فمعظمنا بياخدها معانا في الابليشن، بس ما فيش حد يعني حتى في الجايد لاينز ان مثلا اقل من ثرد اللي كاتبين الجايد لاينز 2017 ان هو ممكن يعمل بيسنج للجانجيوم بلكسس ويشوف بالظبط ويخش يكويها، يعني اوسيد يكويها او هو انسيستنج ان هو يكويها. دي اماكنها سريعه زي ما قلنا ان هي موجوده عند في الليفت اتيوم، عند متوزعه حوالين البينز كلها في الليفت اتيوم زائد الليجمنت اوف مارشال. دي اهميه كبيره جدا زي ما شرحت للدكتور موسى وهنتكلم عنها برده بالنسبه لنا كابليشن. زي دي جانجيوم بلكسس يعني اللي هو حابب يعمل لها مابنج للجانجيوم بلكسس، ان احنا نعملها ازاي؟ بتعمل بهاي فريكونسي بيسنج، بلاش بعض القواعد تبقى 20 هرتز، بتبقى الويتس 10 ملي سكند، الويتس بتاعك بتعمل 5% فولت تقريبا، وبتلاقي ايه عشان تعرف طبعا الهيمودينامكس. دي الهيمودينامكس متوصله، انت بتعمل اسيستول، لازم تعمل اسيستول معناها فيجا ريسبونس، وده اللي بنشوفه. يعني انا بصراحه مش جايب الجانجيوم بلكسس عشان اقول مابنج، زي ما قلت هي من الحاجات اللي جدا بتعملها جامد بقد اون، وفي ناس ما بتعملهاش خالص وجايد لاينز ما اتكلمتش عنها خالص تقريبا ان هي ليها اهميه، لكن انا بعملها عشان احنا ممكن نشوف المنظر ده. احنا نعمل ابليشن للبي في، يعني وانت ابليشن للبي في خصوصا رايت بالمون فين، في ناس وهي بتعمل رايت انتير بالمون فين هي قريبه شويه من كرون ساينس، يقول لك ايه ده انا كويت اي بي نود يعني بالغلط، او انت طبعا سبت البي في اوستيوم او الكرا او الانترم ولميت شويه على الهيس نود من الناحيه الليفت او السبتم، فممكن الناس تفكر لا انا ما عملتش اي بي نود بلوك ولا حاجه، ده ممكن يكون طبيعي جدا مع الجانجيوم بلكسس. بتلاقي اسيس سول اللي باين قدامنا ده او اللي بتاعي برادي كارديا، وبتلاقي عن حصل له هاي بوتنشال، بتلاقي اثنين مع بعض. لو انت عندك برادي كارديا بس غالبا يعني غالبا ممكن تبقى انت فعلا مؤثر على الاي في نود او هيت بوتنشال سيستم. لو لقيت اي في نود هاي بوتنشال بالظبط معاها اي في بلوك او اسيس سول يبقى جانجيوم بلكسس وبرده الهاي بوتنشال، وانت ممكن تفتكر ان هو تامبوناد. فانا جايب بس المنطقه دي عشان نقدر نفرق بين التامبوناد والاي في بلوك indifferent يعني مش مقصودة والجانجيوم بلكسس ابليشن. طبعا سواء كده او كده بنوقف الابليشن وبنشوف الوضع بتاعنا فيه. طيب الاي جي ام برضو من حاجات انا عايز اقولها سريعا، يعني زي ما قلنا الاي جي ام اكتر في البرزيستنت افيد مش في البي في ايزوليشن او في البرزيستنت، والجايد لاينز بعد كده وكل الترايلز بعد كده طلعت قالت ان الكافيه والجانجيوم بلكسس حتى اللينير ابليشن ملهاش تاثير قوي على الريكورنس بتاع الايت ابليشن فيل بريزيستنت، حتى يعني حتى في الستار اسيد اللي قارنت بين البرزيسمال اسيد ابليشن والبرزيستنت اسيد ابليشن جاست بي في اي ستار 2 مش ستار 1، لقيت ان مفيش فرق كتير لو عملت بي في اي بريزيستنت او بروزيسمال في الريكورنس ريت. طيب
الكافيين سريعا هي برضو موجوده فين؟ الكافيين موجوده تقريبا الليكوجرام موجوده عند برضو برمونيفين، عند الانترم بتاع برمونيفين، هي عندها كل المصايب الانترم بتاع برمونيفين، وعند البوستيريور وول اللي هو برمونيفينس كومبوننت او برمونيفينس كومبوننت، ودي يعني بيبر كويس جدا هنتكلم عنها دلوقتي بتاعت احمد بطرون ودكتوره ميرفت اللي اتعملت مع دكتور مجدي سابا واثبت فعلا، وفي ترايلز بعد كده اتعملت البليف ترايل بالسوري برمونيفين من اكتر بالسوري بوكس من اكتر الحاجات المهمه جدا لو انت عايز تعمل سبريزيشن اي فيب ابليشن. طب الكومبلكس فراكشنيت الاتريال الكتروجرام عامله ازاي؟ دي بتبقى هاي فريكوانسي، يعني انت بتيجي تقيس الاتريال ريت او الاتريال ريت في الحته دي في ال 10 ثواني دول بتلاقي الفريكوانسي اقل من 120 ملي سكند، فده هاي فريكوانسي ريت، معناها روترز او كافيه او مازل درايفر او دي اف دي دي اف او اللي هي دومينانت فريكوانسي، يعني وات ايفر المسميات ايه، زي ما قلنا كلها حاجه واحده والمسميات بتتغير، فديت يعني ممكن تاخدها معاك اثناء الابليشن. في بعض الناس بتاكل فيديو ايزوليشن حتى بروجزمنت، واعتقد في حاجه شغال عليها دكتور احمد طاهر ان شاء الله بروجكت، ان هو بيعمل ساينس مابنج في الاول خالص قبل ما يعمل فيديو ايزوليشن، وبيحدد اماكن الليكتروجرام عند الانترم بحيث ياخدها بعد كده وايد سيركمفرنشال، ياخدها جوه الايزوليشن لاين بتاعه، او يكويها لو هي بره قوي ياخدها معاه وهو بيكوي دي في ايزوليشن. طب ده منظر سريع اللي هتشوفه على اللوكال الكتروجرام وانت في المناطق بتاعه الكافيه، صعب تشوفها في البروجزمنت بس بنشوفها فعلا، بس ما بتكونش بنفس المنظر ده، ممكن تشوفها في المنظر ده في البروجزمنت ايه سب، غالبا بتبقى مور ريجولر او مور اورجانيز، ان هو الـ يعني بتبقى اكتر في فايبرس ماسكل، في اس ماسكل ايه الماسكل وورد لسه قويه موجوده ما ضاعتش خالص زي دول، فهتقدر تشوف المنظر ده في البروجزمال اي تيب ايزوليشن بالكافيه او حوالين الانتم. طب ناخد اللين ابليشن، انا خليتها في الاخر لان هي فيها كلام كويس، فنبدا نشوفه. انت عندك ممكن تاخد روف لاين، ممكن تاخد الميتريال ازمس، وطبعا ما قدرت انا الميتريال ازمس، ممكن ناخد انتيريال ميتريال انيولس، تاخد في ليفت اتريال لاين، تاخد بوكس ده طبعا هنتكلم عنه كتير دلوقتي، او تاخد انتر كيبل ايزوليشن. في حاجه ثانيه هنقولها برده مش لينير، الروف لاين سريعا يعني غالبا برده من بعض البروتوكولات او من بعض الناس الرايترز تو الجايد لاينز او من بعض الاوبريتور سواء في مصر او بره مصر، اما يلاقي الوايت سيركمفرنشال كبير قوي خصوصا في العيانين اللي هم جاست بروكسيمال اتريال فيبريليشن، ساعات بيلاقي ان الروف مثلا فاضل له نقطتين ثلاثة بوينت ونقفله، فممكن ساعتها ناخد بوينت نقفل الروف لاين، مش حاجة روتين بس ممكن نلجأ لها لو انت شاكك في المكان ده زي ما قلنا في كافيه او المكان ده في جانجليون بليكسس، لو انت قدرنا نعملها مابينج او انت الوايت انكفنشن كبير قوي، فممكن تاخد ساعتها الروف لاين. اهم حاجة في اللاين ودي الجايد لاينز متأكد عليه، يعني هي الحاجة الوحيدة في اللينير ابليشن اللي هي كلاس 1 هو السي تي اي. لو عيان عندك هنقولها برضو في الاخر، لو عيان عندك عنده فلاتر سواء دوكومنتد فلاتر قبل الاوبريشن او دوكومنتد فلاتر اثناء الابليشن، فده عيان هيكو سي تي اي، ده كلاس 1 ابليشن. الحاجه الثانيه، انت ما دام بدات في لينير ابليشن لازم تنهي لينير ابليشن، ما ينفعش تبدا لاين ابليشن وما تنهيهوش، مشكله كبيره جدا. برو اريزموجينيك دي اول نقطه وبنشوفها كتير جدا، اتيبيكال فلاتر بعد البي في اي. تاني نقطة ان هو طبعا اماكن كلها اماكن يعني زي الروف زي اللي بعد كده السبتم هنتكلم عنه زي الانتيريور لاين، كلها حاجات ممكن تعمل يعني كومبليكيشن كتيرة، فانت ما دام هتبدا اللاين لازم تتاكد ان انت ايزوليت اللاين بايه. يعني هو طبعا لها مثل كتير جدا برضو هعرضها كلها في الاخر لكل اللاين في الاخر. اشهر طريقة بتحط استارة انتيريور مثلا في ليفت اتريال بندج غالبا زي ما موضح هنا في الصورة، ليفت اتريال بندج، واستارة تانية بتبقى موجودة طبعا دي الاثاره موجوده في ليفت اتريال بندج واثاره الابليشن ورا في البوستيري وول، وتعمل بيسنج من هنا وتشوف هيمشي ازاي، هل هيمشي كده البيسنج، يعني هل السيكونس اوف اكتيفيشن هيمشي ديستال تو بروكسيمال ولا هيمشي بروكسيمال تو ديستال، وتلاقيه ماشي كده بالظبط. وحتى هتلاقي نفس بروكسيمال ديستال اكتيفيشن نفسها على اثاره الابندج لو هي عامله بوستيريور اورينتيشن شويه. طب المايكرو ازمس لاين طبعا من الحاجات اللي هي صعبه جدا وبتطلع عين الناس اللي هي بتعمل ابليشن، وفي كلام كتير والترناتيف لاينز كتير جدا. المايكرو ازمس لاين طبعا هو اشهر حاجه بنبدا بيها، اللي هو بتاخد من انفيريو بالموني فين او السيركل، لو انت واخد سيركل
لكل الـ لكل الرايد اللي هو البرموني فينز كلها. الليفت برموني فين بتاخد اللاين من الليفت انتر برموني فين او من السيركت بتاع البرموني فينز كلها سيركمفرنشال وتمشي حاد الميترال انيولس. ده اول لاين بنعمله ولازم نتاكد ان حسن الريزولوشن محترم. نفس الفكره نفس القصه اللي هو تحط اثاره هنا واثاره هنا وتشوف السيكونس اوف اكتيفيشن. غير ما تحطها عند كون ساينس هجيبها دلوقتي. كون ساينس بتعمل بيس من هنا وتشوف الاكتيفيشن ماشي كده بيلف من ديستال بروكسيمال او هو بيبقى عامل زي الموزه شيب او بنانا شيب اللي هو عامل شيب اللي هو الاثنين يعني اكتيفيشن كده واكتيفيشن كده مش بيلف حوالين اللاين. في معظم الحالات بنلجا 70% بنلجا الى الكون ساينس ابليشن. يعني يجي في الجزء المقابل من الكون ساينس اللي هو ايبيكاردال سايد. الكون ساينس ده ايبيكاردال سايد الاندوكاردال سايد. نرجع الايبيكاردال سايد ده ونعمل له ابليشن. في وان ستدي عملت في موناكو 2017 شاف عملوا سي تي وشافوا الازمس سيكنس. لو الازمس سيكنس ده حسب الحجم بتاعه بيفرق هل العيان ده محتاج بيكارديال ولا مش محتاج. وهم عملوه على 30 عيان عملوا سي تي للعيانين قبل ما يعملهم ابليشن وحسب السيكنس ده وكان حطينا كاتوف انا مش متذكره بصراحه. حسب الكاتوف سيكنس ده لقوا في عيانين بتحتاج تعمل لها بيكارديال ابليشن وعيانين لا. بس في معظم الحالات يعني احنا بنعمل بما ان طبعا التكنولوجي او الحاجه اللي مش متوفره عندنا فنعمل لها كونساينس ابليشن. ده من البلوك اللي نتكلم عنه. طبعا في تولز ثانيه عشان نتاكد من البلوك بس دي اشهرهم. بعمل هنا بيسنج من قدام من عندي واشوف الدم البروكسيمال بارت بتاع البعيد عن اللاين وبعمل مثلا زي الابندنج مثلا واشوف الاكتيفيشن بتاعي هيمشي من الابندنج عن طريق باك من اريا شرحها دكتور موسى من شويه اللي هو السبتم وبعد كده يلف الكورني ساينس بروكسيمال ديستال ولا لا. لو حصل الكلام ده يبقى عندي في ميترال ازمس ابليشن او ميترال ازمس ايزوليشن. في نقطه خارج النطاق بتاعنا ساعات بعض الاكسسوارز في الشباب الصغيره لما تيجي تعمل ابليشن في الليفت سايد بيعمل نفس المنظر والاكتيفيشن بيقلم بروكسيمال ديستال ومعتقد ان ده اكسسوري بس واي تاني بس هو نفس الاكسسوري بس كل القصه عملت ديسكونكشن اللي بيكارد البارت للاكسسوري بس واي. هذا الميتر لاين زي ما قلنا ان الميتر ازمس لاين غالبا بيطلع عينينا السيكنس في الحته دي ضخم جدا بحتاج بيكارديال ابليشن. ساعات بيكون سنس انجيجمنت بيبقى صعب ساعات الابليشن بيكون فيري ريسكي. فهم عملوا لاينز ثانيه ممكن نقول الترناتيف او اد اون للميتر ازمس لاين او اللاترال ميتر ازمس لاين لو عايزين نعرفه بالظبط اللي هو الانتيريو ليفت اتريال لاين. دي ليفت اتريال لاين ده باخد من الروف لاين بنزل من الروف لاين لحد انتيريو بارت اوف ميتر انيولس. خلاص في بعض السكولز بتقول بتاخد من الرايت سوبيربر مينور فين او السيركلينج بتاعه الرايت سوبيربر مينور فين لو انت مش عامل روف وتنزل بالعرض كده لحد ما تنزل الميتر ازمس لاين كانك عملت عزلت الروف كمان بتاعك. او في بعض الناس بتقولك تاخد الليفت بارت بتاع تاخد من الليفت سوبيربر مينور فين وتنزل برضو عادي على الميتر انلس. المهم تاخد من سيركل يعني حته ايزوليتد تنزل بيها عند الميتر انلس. طب ان في ميتر انلس لاين ده لاين بيكون قصاد الاندوكارديال بارت بتاع الكورني ساينس اكوردنج تو ذا مابنج بتاعتك 3 دي مابنج او حتى بالفلوروسكوبي حبيت تستخدمها بتستخدم الابليشن بتاعك وتاخد بتسيركل الميتر انلس بتاعتك. وبعد كده في سيبتا لاين ده اللي هو قلنا هو نفس الانتيريور لاين على فكره بس زي ما قلنا هو رايت برموني فين وتنزل بيه عند الميتر انيلس. طبعا الحاجات دي كلها بنستخدمها اكتر لو عيان بريزستنت. طب البوستيريور ليفت اتريال ايزوليشن كانت عامله في الاول من اكتر الحاجات اللي هي وضحت ان في فعلا البلمونال فينس كومبوننت. هي قصه ايمرجنت من الامبريولوجي ان البوستيريور وول حتى في المابنج او في السي تي دايما بيبقى سموث تماما لانه كله خارج من نفس يعني دكتور موسى هو يعني هو اللي يعني شرح لنا القصه دي اكتر او هو وضح لنا اكتر ان هي كلها خارجه من فينس كومبوننت بتاع ليفت اتريوم اللي هو جزء اللي هو فينس كومبوننت اللي هو الفين زائد الجزء البوستيريور وول. فهم لقوا البوستيريور وول ده هو اكتر حاجه مجمع فيها الكافيه بالذات او الموتور روتورز او المذر درايفر او الدي اف او زي كل المسميات اللي احنا عرفناها حتى الجنجيم بلكسس في بعضها متوزع على البوستيريور وول. فلقوا ان لما تاخد كل البلموني فين يعني البلموني فين كومبوننت زي ما سماها ماي دي كوليج باترون ودكتوره ميرفت والدكتور مجدي سابا البحث الفظيع ريسيرش اتعمل و12 في بيس ان هم خد كل جزء بالسيل وول مع البلموني فين فلقى فعلا ان هي بتفرق كتير جدا في الريكرنت
ريت وبتفرق في السكسس ريت. وفي طبعا ترايلز اللي اتعملت في 2017 اتذكر بليف ترايل طلعت نفس النتائج في البسيو وليفت اتيال ايزوليشن. طبعا مثلا الايزوليشن سريعا بتعمل ازاي؟ يا اما بعد ما بتخلص الانسيركلينج بتاع البرموني فين تاخد روف لاين وبعد كده تاخد انسيريو ماترال لاين انسيريو بسيو ماترال لاين بمعنى صح وتوصل السيركلينج باوند او تاخدهم زي ما واضح في الشكل ده وزي ما هنشوف دلوقتي مع دكتور بطرون ان هو واخد كل البي في كومبوننت وان سيركل الاثنين ما بقتش فيهم فرق فيهم. دي اللي هي الريسيرش ال 12 تودي وباين فعلا الفرق من سواء 6 مانثس ريكيرنت او 1 يير ريكيرنت مع البي في كومبوننت ومع البي في ايزوليشن بس. وهي اتعمل اكتر في بيزنس تيب وعامل نتائج كويسه جدا. وده زي ما شايفين هو غالبا هنا في المنظر ده يعني البي في هنا ايزوليتد يعني هو دكتور بطران غالبا ايزوليت ده الاول وبعد كده عمل الروف لاين والانتير لاين. هو ممكن برضو ياكد على المعلومه دي ان شاء الله في الابنيوم سي كيو. طب الكوندكشن بلوك بنعمله ازاي اكروس لينير ابليشن زي ما قلنا لاين ال سي تي اي والكوندكشن بلوك ما دام بدات اللاين لازم اقفله. طيب اول حاجه الدبل بوتنشال سواء في السي تي اي او في اللاين البلدي اللي هو بيتعمل في ليفت اتيوم السي تي اي الكلام بتاعه فوق من 70 ل 90 تقريبا وفي ناس قالت اكتر. في الكوندكشن بلوك عند ليفت اتيوم قال لك غالبا يكون فوق ال 100 او ديفرنشال بيسنج. الديفرنشال بيسنج زي بالظبط اللي هو السي تي اي. طبعا السي تي اي ده محتاج يعني ريكشر كبيره جدا لوحديها فسريعا ان انت بتقرب من القسطره وتشوف المسافه وتشوف انت بتقرب ولا بتبعد في ايزوليشن ولا لا. او البروباجيشن فروم بيسنج ادجستنج تو لاين احنا شرحناه من شويه بتاع بتعمل سيكونس اوف اكتيفيشن اكروس ذا لاين. طب ايه الاذر سايتس اللي ممكن نعملها؟ السي تي اي قلناه الانتر كيبل بياخدوا الاس بي سي وال الاي دي سي او كونتينس اوستيوم ممكن تيكو عندها برضو لو انت منهي. طبعا الكلام ده كله بريزستنت اتب يعني مش بريزستنت اتب خالص. طب حاجات برضو مهمه جدا ليجمنت مارشال ودكتور موسى وضح اهميه ليجمنت مارشال والامبريولوجيكال ايمرجنس بتاعه ان هو ده بقايا الليفت اس بي سي. طب ليجمنت مارشال بنعمله ازاي؟ يعني هو برضو محتاج يعني انجيوغرافي يعني نوضحها اكتر في صوره بس ما كانش الوقت متاح ان احنا بنصور الكونساينس انجيوغرافي وبليه دايما هو بري بنديكلور على الكونساينس في ليجمنت مارشال بخش وبعمل له غالبا ايثانول ابليشن بطريقه معينه بنفخ بالونه 1 سنتي و2 سنتي في دقيقتين وابدا انزل اسحب لحد ما اطلع ليجمنت مارشال وبكويت المنطقه ديت خالص بالايثانول ابليشن. ده لو هعمله اندوكارديالي. لو فشلت اندوكارديالي الاندوكارديالي هو موجود فين؟ هو موجود بين الريدج الريدج بتاع الليفت برمون فين وبين الابندكس نازل على الانتيريور بارت بتاع الابندكس ده مكان اللي لازم اوف مارشال بالظبط. يا اما اعمله اندوكارديالي لو فشلت اللي هو التوست ابليشن اللي قلنا عنه من شويه. لو فشلت بعمله من اللي هو الايثانول ابليشن. تمام معايا ولا اكمل دكتور نظبط ولا؟ تمام يا دكتور مصطفى انا عامله نفسي ميت بس. اه اوكي تمام تمام. ليفت اتريم ايزوليشن من الحاجات اللي هي ايمرجنت برضو بعض الناس بدات فيها. بعمل ليفت اتريم ابندج ايزوليشن بعمل ايزوليشن الابندج زي البي في بالظبط بحط سيركل ميد وافردها للاخر وبعد كده اعمل بي في ايزوليشن. عيبها في ايه؟ ان هي العينين دول هاي انسيدنت اوف ستروك ف يعني معظم الناس كاتبه جايد لاينز او السكولز اللي بتعمل التكنيك ده قالت ان عندها هيمشي على لونج تيرم اور انتي كواجليشن يعني عندها حتى لو شاد زيرو او شاد واحد حتى بعد الابليشن ثلاث شهور او شهرين لا هيفضل ماشي على انتي كواجليشن او احط له معاها ووترمان لو هو مش هينفع يمشي على لونج تيرم انتي كواجليشن. الاي سي في زي ايزوليشن وده بعمله سيجمنتال ده ما ينفعش ماسترنج كونفنشن. ليه؟ عشان الفرينك نيرف الفرينك نيرف معدي فوق بالظبط يعني عند الانتيريو بارت بتاع رايت اتيوم وعند الانتيريو لاترال بارت معدي فوق الاس بي سي ونازل عند اللاتر بارت. الحته اللي فيها فرينك نيرف دي ما ينفعش اكويها هعمل ديفراجماتيك باراليس. فيفضل بعمل ايه؟ يفضل بعمل سيجمنتال يعني بلف الاس بي سي واكوي بوتنشال باي بوتنشال كسيجمنتال ابليشن وده الافضل طبعا في الاس بي سي. ابليشن فايبروزز زي ما قلنا في الاوتا الاوتا كلاسيفيكيشن بتاعت نسيم مروش اتعملت في اوتا يونيفرستي ان هو بيعمل ام ار اي في الاول ويعمل زي ميرجنج او بطريقه ما تكنولوجي معينه وفي طبعا هو الجاكيت وفي اللي هو نون انفيزيف الكتريكال مابينج الكتريكال مابينج بيشوف اماكن الفايبروزز دي وبيعملها ميرجنج على الماب بتاعته وبيخش يكويها بغض النظر فيها كافيه او لا. ايه الفكره؟ ان هو في بعض
الكافي لو انت مش معاك ابليشن، طبعا الابليشن بتاعتك 3.5 ملي مش 1 ملي، انترفال بول كاستر او هاي ديف او هاي ديفينيشن كاستر هاي دنسيتي كاستر ميد، الابليشن طبعا بتبقى معروفه. فلقى ان بعض الكافي ما بتبقاش باينه او الجهاز ما بيقدرش يبين دي نويز ولا دي فعلا دي كومبلكس اتش ال هيستوجرام، فبيضطر في الحاله دي ان هو يعمل ميرجن بين ام ار اي وبين الماب اللي هو عملها ويكون في الاماكن دي. جابت نتيجه يعني بس هي كلاس بي زي ما هنشوف في الجايد لاين. طب التشيز افيد قالت ايه؟ قالت ان البيزيستنت افيد او في البيزيستنت افيد سواء عملت بي دي اي او عملت لينير ابليشن ما فرقتش كتير. وبعد كده في ستار افيد 2 قالت نفس الكلام. الجايد لاينز بتاعتي زي ما قلنا هم ال 2 اي اللي هو كلاس 1 اتوي سي تي اي، وان انت تقفل الابليشن بتاعك اذا انت بدات اللاين ابليشن بتاعك لاين ايزوليشن لازم تقفله. طب ايه الحاجات الثانيه؟ الحاجات الثانيه زي البوستيريو والابليشن سيرو ايزوليشن لسه كلاس 2 بي، بس اتوقع ان شاء الله بعد الترايلز اللي بتتعمل وبعد الريسيرش اللي بتتعمل ان هي تبقى اب تاخد هاي جريد يعني جريد اعلى شويه. الحاجات الثانيه لو انت لقيت في نون بي تريجر طبعا بتعملها بي جي اس ابليشن بيرفورمنج اي في ويت فورس كونتاكت طبعا بافضل. لان الحاجات اللي هنا كلها زي ما قلنا الكومبلكس فاكشنيتد سواء عملتها بالام ار اي او ما عملتهاش دي كلها ما بتفرقش ام ار اي او انت عملتها الكتروجرام جاست الكتروجرام كلها كلاس بي واليوزبل نس بتاعتها لسه اندر كوتشنر. طب ايه الاسسمنت والبي جي اي؟ اخر حاجه معانا انترنس بلوك والاكزيت بلوك والبيسنج اد ايزوليشن لاينز بعض الفينومينا اللي هنتكلم عنها دلوقتي. طب الانترنس بلوك سريعا انترنس بلوك يعني ايه؟ ده انت بتشوفه ممكن تعمله اثناء البيسنج زي ما واضح في التريسنج اللي قدامنا. بعمل بيسنج في من الكورنت ساينس وبشوف البوتنشال قدامي في البي بي خلاص اللي هي طبعا اللاتو دي موجوده جوه البي بي. فمعنى ذلك ان البيسنج بتاعي ده اللي كان عنده في موسى من شويه دخلت جوه البي بي على السيركولر ماب وعملت انترينمنت البي بي بوتنشال. تمام انترنس بلوك يعني حصل ديسوشيشن للبي بي بوتنشال دي او هي طبعا ديسابير وده كلنا بنعتمد عليه ديسابيرنس اوف الانترال بي في ايزوليشن. انت بتحط اللاتو بتاعتك زي ما هشوف في السلايد الجاي حط اللاتو بتاعتك عند الانترم ده مكان اللاسو بيبقى عند الانترم وبتكوي خارج اللاسو يعني احنا بنكويش جوه اللاسو ولا على اللاسو عشان اعرف فاكر احنا دايما بنكوي ان اللاسو موجوده عند البي في بوتنشال يعني انت موجود عند البي في اوستيوم فانت بتكوي عند الانترم او عند الواكا زي ما بيسموها الوايد انترم انترم او ما بعد الانترم بتكوي عند الحته دي. فالمفروض ان تعمل ايزوليشن في المكان ده بتعزل خالص دي دي ايزوليشن دي او بتكوي زي ما مثلا ده من الحاجات اللي هي من غير بيسنج بس طبعا يفضل بالبيسنج طبعا. فده من حاجات الانترنت والانترنت من الحاجات المهمه جدا اللي كانت عندنا جايد لاينز وحطها كلاس 1 وده من حاجات الستاندرد عشان اقول العيان ده حصل له بي في اي وليس الاكزيت بلوك وليس البيسنج من الابليشن كاستر زي ما هنشوف دلوقتي. طيب عشان اتاكد من الانترنت بلوك بتاعي بعمل ايه؟ بعمل ويتنج تايم 20 دقيقه. يعني انا ما ينفعش بعد ما انهي الرايت بالموني بين هذه طبعا غالبا بتبقى اخر حاجه مكويها يعني خلاص انا قافل البروسيجر واطلع لا استنى 20 دقيقه ده ال 20 30 دقيقه كمان. وفي بعض الاستادز قالت استنى 60 90 دقيقه طبعا لقى ان التوتال بروسيجر بتزيد فما اكون مقارنه الاستادز بتاعه ال 20 30 و 60 ل 90 الثلاث استادز ببعض ما لقوش فرق. قالوا ان الدورمنت كوندكشن بتاعه البي في بيحصل من 20 ل 30 دقيقه زي ما بيحصل في الفلاتر وزي ما بيحصل في الاكسسوري وزي ما بيحصل في اي سيلولر اكشن بوتنشال. طب نبدا او الحاجه الثانيه ويتنج تايم قلنا زي ما قلنا 20 دقيقه او الادينوزين تيست هو كلاس 2 بي بصراحه بيتم في بعض البروتوكولات وبعض البروتوكولات ما بتتمش. نعملها ازاي؟ بنحقن 12 جرام ده انيشال دوز وليس كل الدوز يعني ممكن تدي دوز اكثر. طب ايه التارجت بتاعي؟ التارجت بتاعي حاجه من اثنين نعمل بي بلوك زي هنا على الاقل واحده بي بلوك طبعا دي مش بلوك ده اسيستول يعني هنا ولا بي ولا في فده عملت سيستول عامله لمده 3 ثواني او 1 بلوك بي ويف يعني عندي 1 بلوك بي ويف اسف دي بي بلوك بي ويف يعني اسف جدا دي بلوك بي ويف بي ويف اهي وما حصلهاش كوندكشن. فانا في هنا بيبان دورمنت كوندكشن يعني حاليا على اللاسو هنا لو في اي كوندكشن هتبان هنا ما فيش اي خالص اي كوندكشن دورمنت كوندكشن موجوده على اللاسو دي كلاسو بي. طب الطريقه الثانيه غير الانترنس بلوك وهو ده اهم حاجه وده ما ينفعش اقفل البروسيجر من غيره اللي هو loss of base capture على الابليشن لاين. يعني ايه؟ يعني بمشي بالابليشن لاين بتاعي غالبا ما بقاش فيه ايزوليشن في البي في
كلنا بنرجع للطريقه دي، بمشي بالايزوليشن بالابليشن كاستر بتاعتي على على اللاين اوف بي في اللي انا عملته، الايزوليشن لاين اللي عملته على 3 دي مابنج، وبعمل بيسنج هاي اوتبوت بيسنج، وبمشي تدريجيا واحده ورا الثانيه واحده ورا الثانيه لحد ما اعمل كابتشر. هنا ده عيان كان بيعمل بيسنج عند الجاب دي، يعني الجاب دي دي جاب كانت موجوده في الـ في اللاين بتاعه، عمل بيسنج من الابليشن هنا بيكابتشر البي في. وبعد كده اول ما عمل ابليشن، هو كان بيعمل ابليشن دي اثناء الابليشن، اول ما عمل ابليشن هنا البيسنج راح خالص، ودي حتى ديسوشيتد تماما، دي مش دي لدي مش زي دي لدي خالص، الانترفال مختلفه. فدي ديسوشيتد اللي كان بيقول عليها الدكتور موسى من شويه، ده ديسوشيشن عن البيسنج بتاعي، الانترفال هنا وثابته وبعد كده انفصلت مع البيسنج بتاعي اللي هو الايزيشن. اخر حاجه الاكس بلوك، الاكس بلوك برده في الديبا بتاع الدكتور احمد بطران والدكتور ميرفت بينوا الاكس بلوك، انا بعمل البيسنج بتاعي من جوه اللاسو، يعني اللاسو ومدخل جوه شويه عن اللاين، مش بخش جوه في البين نفسه، لا بخش جوه عن اللاين بتاعي وبعمل بيسنج وبرده هاي اوتبوت عشان بكون ضامن ان انا بعمل كابتشر للبي في بوتنشال، واشوف هل انا بعمل يعني البيسنج اللي عملته جوه البي في هيكابتشر العكس بقى، هيكابتشر الليثيوم ولا لا. يعني انا جوه البي في جوه البلموني فين وبعمل بيسنج، لو طلع بره لو هنشوف دلوقتي انا اجيبها لكم هنا مثلا بعمل بيسنج من هنا من جوه البي في واشوف عندي اكون ساينس، لو انا كابتشر اكون ساينس يبقى ده البلوك ما اتحققش خلاص. في بعض السكولز قالت حتى لو عندكش ما عندكش اكس بلوك بس عندك انترنت بلوك ممكن تقفل بروسيجر على كده، بس طبعا الاضمن هي محطوطه في الجايد لاينز كلاس 2 بي ان انت تقفل اكس بلوك وتقفل بالانترنت بلوك. نرجع تاني للسلايد اللي قبله، دي من فهمنا الجميله جدا اللي هي الانتربل موني فين ايكو، دي من الحاجات اللي هو برده كان دكتور موسى كان بيسال عليها في السلايد القديم خالص، اللي هو انا عندي في بوتنشال موجود جوه البي دي بس ده ملهوش علاقه بالاتريوم. طب نعرف ازاي ده عندي الاتريوم؟ لو الدكتور مثلا معايا ده الاتريوم ريت بتاعي شغال عادي خالص، ده ساينس كل ايه مع في ايه مع في واتريوم ويف محترمه خلاص. هنا عندي لفت جوه البرمون فين، حصل هنا حاجه اسمها انت برمون فين ايكو، يعني هنا طلعت بوتنشال وعمل الانفنت صغيره مايكرو انفنت جوه البي في وانتهى وبتتكرر. يعني احنا لو جبنا سلايد سترين كبير شويه هلاقي ان البتاع دي بتتكرر كل شويه يطلع بوتنشال يلف لفه جوه البي في ويخلص وهكذا تمام. ده ما اثرش على الانترفال بتاع الكون ساينس، يعني بي في يعني مثلا ده ما فيهوش هنا ضامن مليون في الميه ما عنديش بي في ايكو، وده فار فيلد طبعا. الاي تي ام ريت هنا ثابت، اما حصل بي في ايكو ما جرش معايا الاي تي ام، ما عملش انترينمنت للاي تي ام، فانا متاكد مليون في الميه ان ده يعتبر اكس بلوك، يعني ده يعتبر اكزامبل ثاني للاكس بلوك. انا عندي بي في ايكو جوه، عندي الانترنت شغاله جوه. الحاجه الثانيه برضه اللي في ناس كتير بتشوفها بس ما هيش سلايد ليها للاسف من شغلنا، ان يبقى عندي بي في ايفب جوه، يعني عندي ايفابليشن شغال جوه في بي في وعندي بره الليفت اتريوم اورجنايز تماما وساينس مفيش اي مشكله خالص. من الحاجه الثانيه اليميشن اوف فار فيلد، من الحاجات اتلخبط كتير جدا اللي برضو قلتها في اول خالص وانا بشرح ان انا لازم افرق بين الفار فيلد. الفار فيلد بنشوفه فين؟ بين الليفت اتريوم ابندج وبين الليفت اتريوم ابندج. ممكن حضرتك تكبر الصوره بس شويه؟ ممكن تكبر التريسنج؟ انا اكبره ثانيه واحده. هي ثانيه يا دكتور امل ودكتور ميرفت، هو ده حاضر فيلد عندي، ده فار فيلد ده عندي في باين في البيسنج البلدي خالص. انا بعمل بي في ايزوليشن، بعمل بيسنج من الكورن ساينس، شايف فيه زي دورمنت بي في كوندكشن، وشايف ان هو معايا بيتجرد، يعني انا شايف الانترين من كل بيسنج واخد معايا البوتنشال بتاع البي في. طب بي في دي موجوده فين؟ دي في الرايت. ما دام انا في الرايت لازم اتاكد ان دي مش جايه منين، من جايه من الاس بي سي زي ما قلنا، الابندج جنب الليفت برموني فين والاس بي سي جنب الرايت برموني فين. فانا عشان اتاكد بعمل ايه؟ جيت عند المنطقه اللاسو دي، هي المفروض 11 و12 دي، عملت لها بيسنج من عند النقطه دي عشان اشوف دي جاب فعلا في الايزوليشن لاين بتاعي ولا دي فار فيلد. اما عملت كده حصل ديسوشيشن تماما، يعني ولا الاي تي ام بقاش ليه علاقه خالص بالنقطه دي، يعني الاي تي ام بتاعي ماشي هو تريجلر بس الانترفال بينه وبين البيسنج مختلف، وحتى دي مش بتوصل الاي تي ام خالص. فبقى عندي ثلاثه بوتنشال، البوتنشال الاولاني البي في نفسه اللي هو بي في بوتنشال تمام، اللي هو ليفت سبيبر مونيزين بوتنشال،
سوري رايت سيريبرال بالمون فين بوتنشال، وعندي الابليشن دي اللي هو الرايت انفيرو بالمون فين بوتنشال، عندي تو بوتنشال اهم زائد البوتنشال اللي هو غالبا ولا ليفت ولا اسف رايت سيريبرال بالمون فين ولا رايت انفيرو بالمون فين. يبقى ده غالبا ايه لو احنا ركزنا في ال الليزر عشان دي مهمه، لو ركزنا هنا ده بريسيدنج الكورن ساينس، فده غالبا اس جي سي. يبقى انا عندي هذا بوتنشال هنا كانوا كلهم لازقين في بعض، اشكال البيسنج مهم جدا 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 من الجاب اللي انت شاك فيها. عملنا بيسنج هنا من الجاب اللي احنا شاكين فيها اللي هو الموست ايرلس، انا بعرف الجاب ازاي الموست ايرلس على اللاستو، عملت لنا فرقت الثلاثه بوتنشال عن بعض، بوتنشال بتاع الرايت سوبيريور، بوتنشال بتاع سوري الرايت سوبيريور والرايت انفيريور، وبوتنشال اخر انا مش عارف هو ايه بس هو غالبا غالبا ده اس بي سي. لو ركزنا هنلاقي ده بيجي دايما قبل الاتيوم، يعني دايما هو حتى مثلا ناخد ده ده لو حد لو دكتور عامل شايفاني ودكتور ميرفا دكتور شريف وكل اللي حاضرين معانا ماي كوليجز كلهم شايفين ده البوتنشال شايفين ده سابق للاتيوم، يعني ده كان سابق. وبعد ايه بعد البيسنج انا وقفت بيسنج هنا ده سابق الاتيوم بتاعي وعمل له كابتشر فده اس بي سي، ده اس بي سي كابتشر فده اس بي سي بوتنشال. فمهم جدا الفار فيلد اليمينيشن عشان اتاكد ان بس انا كده ده اللي هو الجايد لاين سريعا اللي هو بالنسبه لازاي تتاكد من الاسسمنت. قلنا تستنى 20 دقيقه بلس 2 اي تبدا ادينوزين 20 مينت فولوينج، بعد 20 دقيقه تبدا ادينوزين عشان تشوف البي في كونكشن ثاني. البيسنج كابتشر قلنا كلاس 2 بي والاكزيت بلوك ده كلاس 2 بي، يعني هو اهم حاجه الويتنج، هو الويتنج والانترنت بلوك هم اهم حاجتين. وثانك يو محاضره دسمه ورب يكون مفيش حاجه واقف مني يا رب والناس كلها استفادت ان شاء الله. شكرا دكتور ميرفت وشكرا دكتور شريف على الفرصه الجميله دي. لو في اي اسئله انا مستعد.